طبعاً في الطريق أنا وبندر قاعدين نستمع لنصايح مشعل، أعطانا تقريباً صحيح يعني أغلب الأشياء. الله شد حيلك. تبي سعود ها؟ لا مو الخير. سعود ومشعل بدوا بالآفرو. خلينا في التلحين أحسن. بندر قاعد يتابع تحركاتهم وقيادتهم للدراجات. أيوة يا سعود، أيوة شد حيلك. ناس كثيرة تحب التنقل بالدراجة النارية وتعشق حب المغامرة بنفس الوقت، ودائما تبحث عن الدراجة المناسبة أكثر لهالهواية. ارجع لأول مرة ثانية وبعدين وانت ماشي تسوي تعشيقاتك. نصايح من مشعل لسعود عشان يزيد من مهاراته في مجال قيادة الدراجة النارية. بصراحة سعود يعني كأول لمسات مع دراجة نارية صراحة أبدع، ما قصر. يا شو تسوى؟ أوه والله حلو. كيف؟ تمام، كيف تحس؟ شعور ممتع وقاعد أتعلم، يعني أنا كنت جالس وقفت شوي بس ما جريت في الأخيرة لأن أحسها كانت مرة بتصير خطرة. يعطيك العافية صراحة اللي سويته إنجاز، بس نبغى نبتدي ننمي المهارة هذه شوي شوي، نزيد السرعة، نجرب تضاريس مختلفة يعني غير التربة هذه، نجرب الرمال، نجرب نطلع على الكثبان. أنا شوف في معانا شباب هنا، في معانا بدر هنا قاعد كمان يتعلم. حلو، انت عندك يعني هذا الشغف حتى انك تعلم الناس. اي طبعا، اجمل شيء اصلا يقول لك قمه المتعه لما توصل لمرحله انك قاعد تشارك المتعه هذه مع اخرين. الحركات البهلوانيه بدت بالازدياد. تجربه ممتعه مع مشعل، يعني من يوم دخلنا المكان عنده وبدا يعلمنا موضوع ستيب باي ستيب وبدا يوصلني الشغف اللي موجود عنده وانا مستمتع. التجربة توقفت فجأة مع حادث تسبب بوقوع بدر عن الدراجة بطريقة مؤلمة. بدر أنا عندي فيرست إيد، خليني بس أساعدك شوي اسمح لي. طيب أبغاك تنزل يدينك ترفعهم شوي وانسدح على الأرض. في ألم؟ طيب دقيقة، خلي أبي يدينك مدهم تنفس أقصى ما عمقك وطلع بفمك شوي من خشمك، أقصى شيء طلع من فمك. خليك في ألم؟ أبي مع النفس، في ألم؟ في ألم مع النفس؟ معناته أنت أمورك طيبة، كذا الصدر عندك زين، الظهر عندك زين.